يعني لو تلاحظوا حضراتكم انا بتفادى الكلام المرسل فيوم ما يبقى عندي حقائق لن اتكلم كما نفسي. بس عايزين نقول المسؤوليه من نقطه الانطلاق يا فندم، لازم نوضحها. المسؤوليه زي ما عملنا في شرم الشيخ، واضحه جدا، يعني لازم نوضحها للناس، واضحه جدا. زي ما احنا شلنا الشيله في شرم الشيخ يبقى غيرنا يشيل الشيله.